أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله البررة الثقات. أما بعد، فنسمات النور التي خرجت من فم هذا المصلح العظيم بدأت تجول أنحاء العالم بإخلاصه في دعوته وحياته مع عقيدته. هذا الرجل كما يقال لكل اسم من مسماه نصيب، فهو بديع الزمان. أبدع الله عز وجل خلقه على أساس من دين ربنا عز وجل ليصلح ما أفسده الطغاة والظلمة والأعداء. هذا الرجل خرج في فترة عصيبة من تاريخ أمتنا، حينما تكالب عليها أعداء الإسلام من هنا ومن هناك، فصال وجال وتحمل السجون والمشقات وتسلح بالعلم النافع وقام بالدعوة العملية قبل الدعوة القولية. وهذا منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تأثير النبي بأخلاقه أكثر من تأثير كلامه. وحينما يتحد الكلام مع العمل فإن الأثر المترتب عليه يكون مضمونا ويكون محاطا بجليل ما يفرزه الإيمان القلبي. وإذا كانت وحدة الأمة مأخوذة من توحيد الله عز وجل، بحيث يشعر كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في أي مكان في العالم بأخوته مع إخوانه في شتى بقاع العالم، حتى إنه يشعر بأنه لبنة في بناء الإسلام وبناء الأمة. خرج هذا الرجل في وقت تضافرت فيه أيضا أعداد المصلحين في الأمة الإسلامية. عاصر شيخنا ومؤسس جمعيتنا فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي رحمة الله عليه، إذ قام بدعوته سنة 1212، وقام الرجل بدعوته أيضا 1918. كان هؤلاء جميعا يقومون بمهمة الدفاع عن الأمة، كما قال رب العزة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فكانوا سدا أمام انتقام الله عز وجل لانحراف المسلمين. واليوم، وهو يوم الوفاء من تلامذة الإمام ومن كل من عرف فضله، نحن الآن أمام فضيلة تؤرخ لجهود هذا الرجل العظيم ولنشر أفكاره ومبادئه ومنهجه في تغيير السلوك بالعلم.
والمدارس التي أنشئت في شتى بقاع العالم من إخواننا في تركيا تؤصل مسألة السلوك الخلقي والسلوك الإسلامي والتعمق في العلم الديني والدنيوي معا، إنما تمثل منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فنحن في أشد الحاجة الآن إلى أن نترسم خطى هؤلاء المصلحين حتى ننجو ببلادنا وبأمتنا من هذا الذي تريده لنا أعداؤنا من التفرق والتشرذم، كما سمعنا من إخواننا الفضلاء. ندعو الله عز وجل لمن أحيا هذه السنة ولمن أيقظ هذه الأمة أن يتقبل عمله خالصا لوجهه الكريم، وأن تستمر آثارهم، وأن تثمر ما زرعوه، أن يثمر ما زرعوه في أرض الإسلام من وحدة الأمة التي تمثل النعمة التي يذكرنا بها رب العزة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ندعو الله سبحانه أن ينزل على أمتنا الإسلامية الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والوحدة والاعتصام بكتاب ربها وسنة نبيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.